السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي الكريمات، فيديو جديد على قناتكم صربويات مع الأستاذ محمد البخاري. وهذا الفيديو غادي يخص فرض اللغة العربية، التتمة ديال الفرض اللي بديناه في الفيديو السابق ديال فرض اللغة العربية السادس ابتدائي المرحلة الثانية السنة الدراسية 2022-2023 من فروض المراقبة المستمرة. إذا درت معكم مكون الصرف والتحويل، واليوم غادي نديرو مكون التراكيب حتى هو عليه 10 ديال النقاط ومكون من 4 ديال الأسئلة. إذا نبدأ على بركة الله بدراسة السؤال الأول واللي كيتعلق بالأفعال الخمسة. إذا أصير الأفعال التالية من الأفعال الخمسة ثم أركبها في جملة أو في جمل مفيدة. إذا السؤال عليه 3 ديال النقاط وسهل جدا، تبعوا معايا باش تستفدوا وتفهموا ما المقصود بالأفعال الخمسة وكيف تصرف. إذا الفعل عرف غادي نسندوه إلى ألف الاثنين، دان كيتسند الى الف الاثنين مع انتما وهما، لانه كل فعل مضارع اتصل به الف الاثنين او واو الجماعه او ياء المخاطبه يصرف مع انتما وهما يعني الف الاثنين، مع انتم وهم يعني مع واو الجماعه، ومع انت يعني في الحاله ديال ياء المخاطبه. من طبيعه الحال ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها عندما تدخل او يتم إدخال عليها النواصب ولا الجوازم. النواصب بحال أن، لن، إذن، كي، والجوازم طبيعة الحال بحال لم، لن، هي، ولا للأمر، ولم. نعم، إذا عرف ألف الاثنين. ألف الاثنين إما غنديرو يعرفاني، يعرفاني، أو تعرفاني. يعني إما معهما هما أو لا أنتما. أنتما مزيان، جوج بهم صحاح. بالنسبة للجملة نديرها مثلا معهما، هما يعرفاني مثلا، يعرفاني، يعرفاني. إذن هذه هي الجملة. إذن هما يعرفاني طريقة، طريقة تشغيل، تشغيل الغسالة، الغسالة. إذن هذه هي الجملة، دخلنا عليها يعرفاني فعل من أفعال الخمسة مع ألف الاثنين. إذن يعرفاني هو فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين. إذن استعمل مع واو الجماعة، إذن مع واو الجماعة غادي نستعملو. إذن يستعملون، يستعملون، إما يستعملون أو أو تستعملون أو تستعملون. إذن يستعملون، هم، هم يستعملون. إذن هم يستعملون أو لا أنتم تستعملون. مثلا الجملة، إذن الأطفال، الأطفال يستعملون، يستعملون الأقلام في التلوين. إذن الأطفال يستعملون الأقلام في التلوين. إذن هنا يستعملون هو فعل مضارع اتصل به واو الجماعة، يستعملون أو تستعملون. إذن ندوزو الآن إلى احترم. احترم هو فعل إذن اتصل به الياء المخاطبة، غادي نديروه مع أنت طبيعة الحال تحترمين. إذن أنت تحترمين، إذن أنت، لأن هادشي كتذكير وفقط. نتوما مطلوب منكم في هذا الفرض ماشي ديروا هادشي كامل، فقط ديروا واحدة من هادو. إذا تحترمين، إذا يجب، الجملة يجب أن تحترمي. لاحظ، إذا هنا نورمالمون كانت تحترمين، خصني ندير النون هنا. أنا نقول لكم علاش ما غاديش ندير تحترمين الكبار. إذا هاد النون هادي اش غيوقع لها؟ غادي تحذف، لأن قبيلة قلت لكم بأنه ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها، تنصب وتجزم بحذفها عندما تدخل النواصب والجوازم. إذا هنا يا تحترمين أنت، إذا دخل عليها ناصب، وبالتالي غادي نضربوا على هاد النون، تحذف النون. إذا حذف النون لأنه دخل عليها أو دخلت عليها أداة نصب. نعم، إذا غتصبح الجملة يجب أن تحترمي الكبار. دوزو السؤال الثاني وهو خاص بالإعراب. أعرب الجملة التالية يدفعون ثمن القهوة. إذا يدفعون، يدفعون فعل مضارع
مرفوع بثبوت النون. إذا مرفوع بثبوت النون لأن النون كاين، لأنه من الأفعال الخمسة، لأنه من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة ضمير متصل، فاعل. إذن يدفعون فعل مضارع مرفوع بثبوت ديال النون، لأنهم الأفعال الخمسة. والواو ديال الجماعة ضمير متصل تقديره فاعل. ثمانة ومفعول به، منصوب. إذا المفعول به كيكون منصوب، باش منصوب هاي الفتحة منصوب. وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. أنا أقول لكم علاش مضاف وعلاش القهوة مضاف إليه. إذن القهوة مضاف إليه، مضاف إليه مجرور، وهو مضاف، القهوة مضاف إليه، مجرور. نعم، إذن مجرور بالإضافة، هو هنا كسر. إذن مجرور بالإضافة. وعلامة جره، الظاهرة الكسرة، على آخره. نعم، إذا هنايا شنو درنا؟ أضفنا القهوة لنبين الثمن، ماذا؟ إذا الثمن ديالاش؟ ثمن القهوة، إذا القهوة هي مضاف إليه. ندوزو الآن السؤال الثالث دائما في التراكيب، السؤال الثالث، أحدد الأسماء الخمسة وإعرابها مما يأتي. إذا عندي الجملة، هنا عندي الأسماء الخمسة، هنا عندي الإعراب ديالها. قابلت حماك في السوق، إذا الأسماء الخمسة كاين هنايا، إذا حما، هو اسم أسماء الخمسة، إعرابه مفعول به منصوب بالألف، لأنه من الأسماء الخمسة، بطبيعة الحال. عاد أبوك مستعجلا، أسماء الخمسة هنا أبو، إذن أبو فاعل مرفوع، إذن فاعل مرفوع بالواو، لأنه عاوتاني من الأسماء، الخمسة. الأمر بسيط جدا. السؤال الرابع والأخير، وسؤال بسيط، أكمل بما يناسب من الأسماء الخمسة. سلمت على، إذن غادي نختار أخاك، أخوك، أخيك. سلمت على أخيك، إذن علاش أخيك؟ لأن أخيك ومن الأسماء الخمسة، مجرور، اسم مجرور، بالياء، لأنه من الأسماء الخمسة، إذن أخيك. زارت خالتي حماها، لهنايا هاد حماها الأسماء الخمسة جا كيلعب الدور ديال ماذا؟ ديال مفعول به، إذن مفعول به منصوب بياش بالألف، لأنه من الأسماء الخمسة. فحصني الطبيب وقال لي افتح فاك، افتح فعل أمر، الفاعل ضمير مستتر، وفاك هو مفعول به منصوب بالألف لأنه من الأسماء الخمسة. فاز ذو الأخلاق النبيلة، إذن فاز ذو الأخلاق النبيلة، هنا ذو فاعل مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة. وبهذا غادي نكون كملت لفيديو ديال اليوم اللي كان كيخص فرد من فروض اللغة العربية المستوى السادس ابتدائي، وبالضبط المكون ديال التراكيب. في الحصة القادمة أو في الفيديو القادم إن شاء الله غادي ندير معكم مكون الإملاء. كنتمنى أنكم تزيدوا تدعموني بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقى وصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.